وضع المتعلقات الشخصية الصغيرة تحت المقعد الذي أمامكم. يمنع وضع الحقائب في الممرات أو عند مخارج الطوارئ. لسلامتكم يجب وضع الأجهزة الإلكترونية المحمولة مثل الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة على وضع الطيران. كما يمنع استخدام الأجهزة اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بعد طوال الرحلة. يرجى إبلاغ أحد ملاحي المقصورة قبل استخدام أي أجهزة إلكترونية أخرى. في حال سقوط جهازك الإلكتروني داخل المقعد يرجى عدم تحريك المقعد وإبلاغ أحد ملاحي المقصورة. يجب أن تكون أحزمة المقاعد مربوطة الآن. لربط الحزام ادخل النهايتين المعدنيتين في بعضهما وشد الحزام. لفك الحزام ارفع اللسان المعدني ثم افصل النهايتين عن بعضهما. في حال انخفاض الضغط داخل المقصورة سوف تسقط أقنعة الأكسجين أمامكم تلقائيا. سارع بتناول أقرب قناع إليك وشده إلى الأسفل ثم ثبته على الأنف والفم. ضع قناعك أولا ومن ثم يمكنك مساعدة الآخرين في وضع أقنعتهم. أبقي القناع إلى أن يبلغك الملح المقصورة بنزعه. في حال الهبوط الاضطراري يجب اتخاذ وضعية الجلوس الآمنة في حالات الطوارئ. يوجد معالج للطوارئ قبل أن يري الطائرة. رجاء تحديد أقرب المخارج إليك الآن. إذا كان إخلاء الطائرة ضرورياً، ستضاء الممرات بأنوار ترشدك إلى المخارج. قبل مغادرة الطائرة، يجب خلع الأحذية. ترك جميع الأغراض الشخصية، التوجه إلى أقرب المخارج، ثم استخدام الزلاقة. توجد سترة نجاة في كيس تحت مقعدك أو إلى جانبه. عند صدور التعليمات، البس السترة من جهة الرأس. اربط الحزام حول الخصر، ثم شده حتى يكون محكماً. عند الإخراج انفخ السترة بسحب الشريطين إلى أسفل أو بالنفخ في الأنابيب العليا، ثم اتبع تعليمات الملاحين. لمزيد من المعلومات يجب الاطلاع على بطاقة السلامة الموجودة في جيب المقعد الذي أمامكم أو بجانبكم. عند جلوسك في أحد الصفوف المجاورة لمخارج الطوارئ، يتوجب عليكم قراءة التعليمات المتواجدة هناك. إن أردتم أي مساعدة، يمكنكم استدعاء أحد ملاحي المقصورة. استعداداً للإقلاع، يجب التأكد من أن تكون أحزمة المقاعد مربوطة وظهور المقاعد وملحقاتها في وضعها الأساسي وستائر النوافذ مفتوحة. يحرم قانون الطيران المدني التلاعب أو تعطيل أو تدمير أجهزة الكشف عن الدخان الموجودة في دورات مياه الطائرة. كما يحظر التدخين في دورات المياه أو مقصورة الركاب، ويشمل ذلك السجائر الإلكترونية. شكرا لانتباهكم. السعودية أتمنى لكم رحلة ممتعة. بإمكانكم استخدام خدمة التجوال الدولي والإنترنت على متن هذه الطائرة عندما تكون إشارة الهاتف الجوال مطفأة. Welcome aboard Saudi flight. For your safety and comfort, the regulations of the General Authority of Civil Aviation requires passengers to comply with lighted signs, posted placards, members' instructions, and following safety demonstration. Please make sure that your baggage is securely stowed in the overhead compartment and small items, including handbags, underneath the seat in front of you. Exercise extreme caution when you open the overhead compartment to avoid falling of items. Please ensure all aisles, exits, and bulkhead areas are clear. For safety reasons, any portable electronic devices such as mobile phones, tablets, and laptops should be in flight mode, and the use of wireless devices and remotely controlled devices is strictly prohibited throughout the flight. To use any other portable electronic devices, please inform one of the flight attendants. If your electronic device dropped into the seat, do not move the seat and inform the flight attendant immediately for assistance. Your seatbelt must be fastened now. To fasten the belt, insert the metal fittings one into the other and tighten the strap. To release, lift the upper piece of the metal fitting and separate the two ends. In case of a decompression in the cabin, oxygen masks will drop in front of you automatically.
Take the nearest mask immediately, pull it down, and secure it over your nose and mouth. Put on your mask before helping others. Keep your mask on until advised to remove it. In the event of an emergency landing, please assume the impact position. There are emergency exits on either side of the aircraft. Please take a moment to familiarize yourself with the nearest exit to you. If an evacuation is necessary, guiding lights will illuminate to guide you to the exit. Prior to leaving the aircraft, remove your shoes, leave everything behind, reach your nearest exit, and slide down. Your life vest is located under or to the side of your seat. When instructed, slip the life vest over your head, pass the straps around your waist, and adjust it at the front. At the exit, inflate the life vest by pulling the tabs down or blowing into the tubes at the top. Then follow the flight attendant's instructions. For more information, please read the safety card in the seat pocket in front of you or near you. If you are seated next to an emergency exit, please read the instructions illustrated there. If you need any assistance, don't hesitate to call one of our flight attendants. In preparation for takeoff, please make sure your seat belts are fastened, seat backs and accessories are in their upright position, and all window shades are open. Civil aviation laws prohibit tampering with, disabling, or destroying smoke detectors located in the aircraft lavatories. Smoking in lavatories or passenger compartment is prohibited, including the use of electronic cigarettes. Thank you for your attention. Sabia wishes you a pleasant flight. The use of mobile phones and internet during this flight is permissible once the mobile sign is switched off. اللهم إني